يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد النهاردة كالعادة هيكون عندنا أخبار كتير متنوعة، سواء أخبار محلية وبالتحديد اللي بتخص النادي الأهلي، والنهاردة طبعا في أخبار مهمة جدا بتخص النادي الأهلي، وأيضا هيكون عندنا أخبار تخص المنتخب المصري، وإن شاء الله إن أسعفنا الوقت في الآخر هيكون معانا بعض الأخبار العالمية الهامة جدا. فبالتالي خلينا نبتدي بأخبار النادي الأهلي النهاردة. وأخيرا النادي الأهلي أعلن عن المدير الفني الجديد اللي هيقود طبعا النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة وبتحديد الموسمين المقبلين، وهو باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، واللي تولى النهاردة رسميا تدريب النادي الأهلي بعدما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي توقيع عقد لمدة موسمين مع هذا المدرب الفرنسي القدير. وبالمناسبة هو يعني اعتقد ان هو المدرب المناسب في هذا التوقيت، وخصوصا ان هو عنده خبرات افريقيه كبيره جدا وعنده انجازات كتير جدا هنا في القاره الافريقيه، وده اهم شيء، وده يعني شيء مهم جدا علشان يختصر وقت كبير جدا. يعني لو جبنا مثلا مدرب عالمي عنده اسم كبير اوروبي مثلا وما كانش متواجد في القاره الافريقيه خالص ولا حتى في الدوري المصري، هياخد وقت عشان يعرف اجواء اللاعبين، اجواء الدوري المصري، اجواء البطولات الافريقيه، واحنا عارفين البطولات الافريقيه دايما بيبقى فيها معوقات كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي الميزه الكبيره جدا عند باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي ان هو ملم بكل هذه الامور، وده هيساعد بشكل كبير جدا خلال تواجده مع النادي الاهلي. وبشكل عام في حاله من التفاؤل الكبير جدا عند جمهور النادي الاهلي بهذا المدرب، وخصوصا ان هو راجل كمان صغير في السن، يعني تقريبا عنده 7 او 48 سنه، فبالتالي ده شيء مهم ومميز عشان يكون قريب من اللاعبين بشكل كبير جدا. الراجل ده قاد فريق مازيمبي لانجاز كبير جدا في 2013 وقدر ان هو يفوز معاهم ببطوله الامم، لا عفوا، قدر ان هو يفوز معاهم ببطوله دوري ابطال افريقيا وكاس السوبر الافريقي، وده اكيد كان انجاز مميز جدا. وزي ما احنا شايفين في اللقطات اكيد باتريس كارتيرون مدرب كويس جدا، ودي جماهير مازيمبي الكونغولي طبعا بتحتفل بيه في الملعب بعد ما فاز مع فريق مازيمبي الكونغولي واحد الفرق الكبيره جدا في القاره الافريقيه ببطوله افريقيا، وقدر ان هو يؤدي معاهم مواسم اكثر من رائعه. ايضا فاز بالسوبر الافريقي مع فريق مازيمبي وتاهل معهم لبطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي راجل ملم بالامور وبالمعوقات الكبيره المتواجده في القاره الافريقيه. ايضا كان متواجد مع فريق وادي دجله بالتحديد في موسم 2015 في الدوري المصري، الراجل قدر ان هو يحقق نتائج جيده جدا، تقريبا لعب حوالي 30 او 31 مباراه، فاز في 15، اتعادل في 7 وخسر في بقيه المباريات، فبالتالي الراجل نتائجه جيده جدا. ايضا ان هو قدر ان هو يفوز على الاهلي في هذا الموسم، وقدر ان يفوز على الزمالك وعلى الاسماعيلي كمان، فالراجل اكيد عنده طموحات كبيره جدا، وده اللي بيسعى من خلاله مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكره بالتحديد، وده الدافع اللي خلاهم يختاروا باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي الجديد. ايضا كان ليه انجاز مع المنتخبات وبالتحديد منتخب مالي، وقدر ان هو يوصل معاهم لنصف نهائي بطوله الامم الافريقيه سابقا، ووصل معاهم لرانكينج مهم جدا على مستوى العالم في احدى الاشهر، هو تقريبا منتخب مالي احتل المركز رقم 21 في طبعا التصنيف العالمي. فبالتالي الراجل عنده انجازات كبيره جدا ومهمه جدا مع المنتخبات والانديه الافريقيه، وده اللي محتاجه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش محتاج مدرب عالمي باسم كبير جدا، ممكن ما يبقاش ملم بالامور، ياخد وقت علشان يتاقلم، واحنا شفنا تجارب قبل كده كتير جدا، ويمكن ابرزها مارتن يول المدير الفني الهولندي، حقق بطوله الدوري مع النادي الاهلي لكن كانت الامور صعبه شويه بالنسبه له هنا في مصر، ما قدرش ان هو يتاقلم بشكل كبير جدا، ما حققش انجازات، يعني ما سابش بصمه من الاخر مع النادي الاهلي، البصمه المطلوبه. الدوري على طول النادي الاهلي ما شاء الله بيحققه، فبالتالي مش انجاز كبير ان هو حقق بطوله الدوري مع النادي الاهلي. فكان الاهم ان النادي الاهلي يجيب مدير فني يقدر ان هو يتاقلم مع النادي الاهلي ومع الامور في افريقيا وفي الدوري المصري، ويقدر ان هو ان شاء الله يساهم معاهم في مختلف البطولات، وده اللي منتظرينه بشكل كبير جدا من كارتيرون المدير الفني الفرنسي، وده اللي بيامل من خلاله جمهور النادي الاهلي. وفي حاله من التفاؤل زي ما قلت لكم كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي بهذا المدرب، فاكيد نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. بالمناسبه
الراجل يمكن طلب ان هو اللي يحدد قائمه الفريق للموسم الجديد، القائمه الافريقيه كمان بالتحديد، وده شيء مميز جدا، ده معناه ان هو ملم ومتابع طبعا لمباريات النادي الاهلي. وكمان في ميزه كبيره جدا عند كارتيرون، وهو ان هو كان حابب جدا ان هو يدرب النادي الاهلي، وده كان واضح جدا من خلال تصريحاته ايام المفاوضات السابقه مع بعض المدربين. كان راجل مصمم وكان نفسه يجي مرة النادي الاهلي، وده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا عايزينه كجمهور النادي الاهلي، ان يكون معانا طبعا او يجي لنا مدرب حابب ان هو يكون متواجد للنادي الاهلي، عنده طموح كبير جدا ان هو يحقق بطولات وانجازات كبيره مع النادي الاهلي، وده امل دايما جمهور الفريق في كل مكان. لكن خلينا